لو سئلت أين الله ماذا تجيب؟ نقول الله في السماء فوق عرشه بائن من خلقه. هكذا ينبغي لنا أن نعلم أولادنا وأن نعلم أمهاتنا وأن نعلم تلاميذنا. نسمع. أيوة. والله فوق العرش بذاته ولكن بعلمه ونصره للمؤمنين وسمعه وبصره معنا في كل مكان. إذن الله جل في علاه بذاته ماذا؟ فوق العرش. الله عز وجل في السماء. بس يا ولد انت هناك في الأخير لو سمحت تعالوا اثنين، انت لو سمحتوا تعالوا لخمتوني على الآخر. تعالوا انت بالطاقية الشاب تعال، الله يرضى عليك. فبالتالي اخواني في الله تعال تعال انت الثاني قعد لي هون لو سمحت، هون تعال هون هون. فإذا يا أحبائي في الله، هل يجوز أن تسأل أين الله؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أين الله. الأمر الثاني، ماذا تجيب إذا سئلت أين الله؟ الجواب الله في السماء فوق عرشه بائن من خلقه. طب بعلمه، بعلمه في كل مكان، بسمعه وبصره في كل مكان، بنصره للمؤمنين في كل مكان. إذن وهذا الموضوع، يلا حبيبي، وهذا الموضوع أعني صفات الله، جدير بكل مسلم أن يعلم أساسياته وأن يتقدم في تعلمه ما استطاع، فإن تقدمه فيه يؤدي إلى زيادة الخشية من الله جل في علاه. وإذا أردنا أن نبحث هذا الأمر، أعني اتصاف الله بصفة العلو، فيجب أن نعلم أمورا هي: أولا، هل يجوز لنا أن نسأل أين الله؟ انتبه إلى هذا السؤال، هل يجوز أن نسأل أين الله؟ الجواب نعم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله. نسمع. أيوة. فالجواب نعم، لأن هذا سأله نبينا صلى الله عليه وسلم لجارية ترعى الغنم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن معرفة أين الله كان من المسلمات في المجتمع الإسلامي زمن النبوة، إذ لو كان الأمر محصورا بطلبة العلم وخاصته ما سأل نبينا صلى الله عليه وسلم هذا السؤال لأحد أفراد العامة، لفتاة جارية ترعى الغنم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل أين الله، سأل من؟ سأل من؟ من يعرف يرفع يده؟ سأل من؟ جارية الغنم ترعى الغنم. نعم، سأل جارية ترعى الغنم. طب ماذا تستفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية ترعى الغنم؟ تفضل. أن السؤال مشروع، هذا اللي حكينا في البداية، لكن ماذا تستفيد أن السؤال وجه لجارية ترعى الغنم؟ أن الناس على الفطرة، سأل الناس بسيط على الفطرة. أن معرفة أين الله كان ليس محصورا في طلبة العلم نفسه. نعم، هي هسه قرأناه، احنا بنقول لك تبع لو سمحت، تبع مامي، أنا بسألك سؤال مكتوب عندك، بس لو سمحت احنا وزعنا عليكم كتب عشان تتبع. تبع عمو انت وين بتتبع شايفك. فبالتالي إخواني في الله، النبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية ترعى الغنم، وبما أنه سأل جارية ترعى الغنم فهذا إن دل على أن هذا الجواب لهذا السؤال كان منتشرا ومشتهرا بين صفوف المسلمين وليس محصورا بطلبة العلم وخاصته. فإذا ماذا تستفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا السؤال إلى جارية ترعى الغنم؟ هسا جاوبنا يا جماعة، ماذا تستفيد؟ لكي لا ينحصر السؤال على أن هذا السؤال كان من المسلمات عند الناس،
لم يكن محصورا بين طلبة العلم، بل أن هذا جواب هذا السؤال كان مشتهرا بين عامة الناس وليس محصورا بالعلماء أو طلبة العلم. فسأل جارية ترعى الغنم. طيب نسمع القصة. طب لما سألها؟ نسمع وحتى نفهم الحديث والكلام فتعالوا بنا نقرأ الحديث كاملا، حيث قال الصحابي الجليل معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. إذن انظر الحادثة، ما هو جو الحادثة؟ من يشرح لنا جو الحادثة؟ من يشرح لنا جو الحادثة التي ورد فيها هذا السؤال؟ تفضل. كانت جارية لمعاوية ابن الحكم السلمي ترعى الغنم في أحد الجبال، فالذئب أخذ أحد الشياة، فقالت له أنه الذئب أخذ هذه الشاة فضربها، وشعر بالذنب لأنه ضربها، فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال له: ائتني بها وسألها. نعم، إذن هذا هو الحادثة باختصار. طب هو لما ندم أنه ضربها؟ لما ندم؟ لأنه ضرب الوجه. لأنه ضرب، يعني لو ضرب القفا عادي؟ لما ندم أنه ضربها؟ حس إنها ما قصرت هي فيه. يعني قربت. فعلت من بوسعها، يقف على شعر الغنم، ولكن هذا من غير. يعني. قال: كلنا معرضون لهذا الأمر، حتى ربما أكون محلها. نعم، لأنه في إحدى الرواح. لو كنت مكانها ما استطعت أن أمنع الذئب. يعني أنت حضرتك بترعى في الغنم، أجا ذيب عليك يعني. وين مراجلك بدك تساوي؟ شو بدك تساوي؟ فأخذ غنمة، والكلاب ما بنعرف موجودة مش موجودة، رايحة، ما بنعرف شو الظرف. لكن لو كنت أنت مع الغنم لوحدك وجاء الذئب وأخذ شاة، فربما ماذا؟ يكون حالك حال هذه الجارية. فصككتها، ضربها. وهذا دل على شيء متعلق بالمال. ما هو؟ دل على شيء متعلق بالمال. ما هو؟ المال عزيز على النفس. أن المال عزيز على النفس. اثنين حب المال. اثنين، أنك تغضب إذا ذهب المال فيما لا فائدة منه. يعني مثلا أنت معك مال، فجاء أحدهم وحرقه، في حد استفاد؟ ما حد استفاد، ضاع المال هكذا. فصاحب المال يغضب، المال ما حد استفاد منه، حرق. مثلا انت تعرضت لمخالفة، حضرتك قطعت الاشارة حمراء 200 دينار، فانت سوف تأسف على انه مال 200 دينار راح ايش على الفاضي. وهكذا لو قيل لك تصدق على فقير 200، بصير تقول معيش، ما انا محالفة، اما هيك تضيعها وما بدك اللي حواليك يزعلوا. فبالتالي انتبه انه اضاعة المال فيما لا فائدة من اسباب الغضب. فهو هكذا اعتقد انه ذهب المال فيما لا فائدة من، وتستطيع ان تتدارك هذا الامر. لكن لا، حقيقة الامر اكتشف خطأه. لكن هل لهذا الخطأ توبة؟ الجواب نعم. كيف ظهر هذه التوبة؟ قلت: يا رسول الله. لا استنى، كيف؟ نعم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها. هنا الآن تظهر الكفارات. بعض الناس بيجي بيعتدي على شخص أمام الناس،
بعد شوي بيجي بيخلفي بيقول له انا اسف. يا اخي شو اسف يعني بيني وبينك؟ هذا لا ينفع. اذا اردت ان تعتذر لي فاعتذر امام الذين اهنتني امامك. نسمع. ايوه. قال فاتيته بها فقال لها اين الله؟ فقال لها اين الله؟ عبارات طالعة من القلب. اين الله؟ فانظر. قالت في السماء. قالت في السماء. اين الله؟ قالت في السماء. لا اله الا الله. قال من انا؟ قالت انت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنة. اذا انظر، سألها عن سؤالين مشتهرين، فسألها اين الله؟ قالت في السماء. قال لها من انا؟ قالت انت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤالك بديهي يا رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. يا جماعة، ما هو سبب البديهية عند هذه الفتاة؟ ما هي سبب هذه البديهية؟ أنها على الفطرة. اشتهار ذلك. اشتهار ذلك. اثنين، وهو تابع للأول، أنها تعيش في مجتمع يشتهر في هذا الخير. فنحن المسلمون في بلاد الأردن وغيرها من بلاد العرب نعيش في نعمة كبيرة أننا نتكلم بالعربية. فانتبهوا إخواني في الله، أن هذه البيئة جعلت هذه الفتاة مباشرة تقول عندما سئلت أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. إذن هكذا تجيب. قال الإمام الذهبي رحمه الله نقلا عن أبي يعلى الحنبلي قوله اعلم أن الكلام في هذا الخبر في فضلين، أحدهما بجواز السؤال عنه سبحانه بأين هو، وجواز الإخبار عنه بأنه في السماء، ولكن للأسف أخي القارئ. نعم، إذن هكذا قرر الإمام أبو يعلى الحنبلي هاتين المسألتين. المسألة الأولى ما هي؟ المسألة الأولى ما هي؟ يا أخي نفس الأصابع، وين المسألة الأولى؟ جواز السؤال عن الله أين الله؟ أين هو؟ اثنين. اثنين، أنك تجيب أن الله في السماء. طيب، ولكن للأسف. ولكن للأسف أخي القارئ، فإن الأبرأ لم يقف على كونه جهل بأبعاد الكلام ومعانيه، فقد ظهر في الإسلام من بني جلدتنا من يدفي صفة العلو لله جل في علاه زاعما أنه ينزه الله. إذن إخواني في الله، ظهر في هذا الزمان ورثوا أسلافهم من أهل البدع من يقول لا يجوز أن تسأل أين الله، وظهر في هذا الزمان وورثوه من أسلافهم أنهم ينفون صفة العلو لله جل في علاه.